السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة خليفة الغزالي المتنوعة. لكم مني تحية طيبة ولكل المشتركين والمتابعين الجدد في هذه القناة، وأشكر كذلك كل المتتبعين الأوفياء لهذه القناة منذ نشأتها. إذن على بركة الله، في هذا الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا نربط هذه القطعة المسمات بالبي ام اس المتخصصة في تفريغ وشحن بطاريات الليثيوم. الدور ديالها هو تنظيم دورة الشحن بالنسبة للبطاريات، ملي البطارية كتبقى فيها 2.7 فولت كتحبس، منين كتوصل 4.2 ديال الشحن ديال البطارية كتوقف. إذا كنت تريد صناعة هذه البطارية لابد من اقتناء هذه القطعة. هذه هي البطارية وهذه هي القطعة التي سنقوم بشرح كل تفاصيلها. إذا القطعة اللي عندنا هي هذه، عندنا الأوفي هو القطب السالب، وعندنا قطب 4.2 فولت، وقطب 8.4 فولت، وقطب 12.6 فولت، و 16.8 فولت. هذا هو السالب الذي يذهب إلى البطارية، أما هنا فالموجب الذي يذهب إلى البطارية، والموجب الثاني، والموجب الثالث، والموجب الرابع. النقطتين هما في نفس الوقت مدخل شحن البطارية ومخرج التيار. أن سعة تحملها للأمبير قد تصل إلى 40 أمبير. الليثيوم هي أحسن بطارية توجد في الأسواق حاليا، ويمكنك أن تجدها في الحواسيب إذا أردت صنع بطارية أرخص الأثمان، كما أن هذه البوردة توجد في الأسواق حاليا بثمن 20 درهم. كما أنصحك عزيزي المشاهد بربط الأسلاك في البوردة هي الأولى ثم البطارية، وهذه هي الطريقة الصحيحة لربط الأسلاك مع اختلاف الألوان، وكذلك مراعاة سمك السلك الذي يجب أن يتجاوز 1.5 ملم. سوف نربط هذه القطعة بالبطارية وسيكون لنا فيديو لكيفية ربط البطاريات حتى نحصل على بطارية كبيرة 12 فولت. إذن هذه الأسلاك كلها أسلاك موجبة